Thank you.
رجع 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 بعد أن انتهت الزفة حصلت الأنظار الغزيرة على قرية المثالي فحدا وعلى مخلاف عبيدة، وقد أخذنا هذه الصورة لجبل الذركام المطل على هذه القرية وهو معمم بالسحاب ومياه الأمطار تنزل من السواقي إلى الحدائق المحيطة بهذه القرية من قرى الحدا الغنية بالآثار التاريخية. رأسي سواء نتبادل اللين والقلب.